مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة الأخبار. أدى يوم الثلاثاء 4 جويلية الجاري كاتب الدولة لدى وزير الشؤون المحلية شكري بن حسن زيارة إلى ولاية سوسة، وقد عاين صحبة الوالي عددا من الأودية في الجهة على غرار واد الخروب، سهلول واد غنيم، سوسة جوهرة، واد كودا، الوادي الكبير بالقلعة الكبرى، وواد الملح بمساكن، وعاين المنتزه الحضاري حمادة دويك بسهلول. كما أدى زيارة إلى مشروع حماية الشريط الساحلي من الانجراف بهرقلة ومحطة التطهير بحمام سوسة، واختتم برنامج الزيارة بجلسة عمل بمقر الولاية لتدرس الوضع البيئي بالجهة والإعلان عن جملة من المشاريع البيئية بالمنطقة. هي زيارة عمل إلى ولاية سوسة تتعلق بزوج جوانب، الجانب الأول هو متابعة الوضع البيئي، والجانب الثاني هو متابعة العمل البلدي، متابعة المشاريع البلدية. هذا هو إطار الزيارة. الهدف منها معناتها باش نشوف الوضع البيئي وباش نشوف شنو نجمو نعملوه، وهذه معناتها الزيارات هكا تشوفوا فيها، معناتها مش حتى حسب البرنامج، ديما داخلين بزيارات فجائية راهو. القرارات هم القرارات تعرفوها وقت اللي تجيو حضرنا في المجلس. أجرى مؤخرا والي سوسة عدل الشليوي لقاء إعلاميا مع صحفيين وممثلي وسائل الإعلام السمعية والبصرية والإلكترونية بسوسة، وتناول مشاكل الإعلاميين والصعوبات التي يواجهونها أثناء أداء مهامهم. هذا وأكد دعمه المتواصل واللامشروط للعمل الإعلامي والصحفيين والمراسلين بالجهة باعتبارهم همزة الوصل بين المواطن والمسؤول والعين الناقدة للسلطة. تحول فريق الساحل تي في إلى ميناء الصيد البحري بصيادة، أين نقل تذمر البحارة ومواطني المدينة من تراكم المشاكل وتردي البنية التحتية بالميناء وعدم اكتراث المسؤولين الجهويين بالوضعية الكارثية التي أصبح يعاني منها، والمتمثلة في تراكم الترسبات الرملية في حوض الميناء وربطه بقناة وادي السكلي الذي يتسبب في تضرر المراكب، إضافة إلى غياب رافعة لإخراج المراكب وغياب ورشات ومعدات الصيانة والإصلاح. مشكلتنا كان في ضيق البرد، ضيق البرد وتجهيزه، وعندنا شوين نبيعوا الحوت، معناها نبيعوا الحوت كان في نهزوا ترانسبور نكريو كاميون باش نهزوا فيه الطولبة. من الصيادة ما فيش معناها الوسائل متاع الانتاج البسيطة، الوسائل متاع الرفع وإصلاح الفلايك البسيطة، ما فيش أماكن للصيانة، ما فيش بلايس باش نعملوا فيهم الشباك ومعناها نصلحوا فيهم الشباك. هذا الكل كاين مشاكل معناها تعيق العمل متاع البحارة. انعقد يوم الاثنين 3 جويلية الجاري بمقر ولاية سوسة المجلس الجهوي للسياحة في دورته الثانية تحت إشراف والي سوسة عدل الشليوي، وتناول المجلس الاستعدادات والتحضيرات لانطلاق الموسم السياحي 2017، كما درس الصعوبات والمشاكل التي تواجه القطاع والمهنيين، وخرج بجملة من التوصيات أهمها دعم المنظومة الأمنية، القضاء على كل مظاهر الفوضى والتسيب في الشوارع، وتحسين جودة الخدمات. هو الحدث الأبرز هو إعادة للأسواق التقليدية. احنا شفنا زيادة قرابة 100% في السوق الفرنسية، أكثر من 30% في السوق الألمانية، عودة للسوق البلجيكية معناها بزيادة أكثر من 250%، خاصة بعد رفع الحظر السفر على تونس على الشريط الساحلي منذ نهاية شهر مارس. السوق البولونية كيف زيادة فوق 100%، حتى السوق الصينية معناها الأسواق البعيدة بدينا نمسوها ولو ما هيش بالكيفية اللي يلزمها تكون، لكن هذه بداية طيبة إن شاء الله نواصلوا معناها. تعرف في إطار الاستعدادات للتوقي من مظاهر المزرية، وكل مرحلة تعرف بالنسبة لسوسة كل مرحلة مدينة سياحية وكل مرحلة خصوصيتها. احنا عادينا شهر رمضان في المرحلة السقية والاقتصادية، المحلات مفتوحة للعموم وضمان المستهلك الجودة وكل تا، ودخلنا في مرحلة ثانية اللي هي مهمة، مرحلة نجاح الموسم السياحي. في حوار نجرته قناة ساحل تي في مع مدير مهرجان أوسو جلال تفيفحة، قال إن المهرجان قد عاد بقوة، مؤكدا على الطابع الاحتفالي والثقافي والسياحي للمهرجان
وخلوه من أي لون أو توجه سياسي. ودعا إلى استغلال هذه التظاهرة لمزيد دعم السياحة الداخلية والخارجية وللتأكيد على صورة تونس الأمن والأمان والشعب التونسي المحب للحياة والفرحة. مش يقع نهار 25 احتفالا بيوم عيد الجمهورية الشماريخ الملونة، الكرنفال مش يقع نهار 26 جويلية إن شاء الله في بوجعفر على الشاطئ كالمعتاد، وإن شاء الله بش يشرفونا قيادة البلاد. احنا استدعينا سيادة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رئيس مجلس النواب والوزراء الكل يجيوا يشرفونا كما جرت العادة. قبل كان يحضر فيه رئيس الدولة، كان يحضر على مهرجان أوسلو. نظمت بلدية المنستير مساء الاثنين الفارط حملة تحسيسية بشاطئ القرعية لإزالة مظاهر الانتصاب الفوضوية الذي أثر على جمالية المكان. وأكد نبيل حميدة رئيس النيابة الخصوصية بالمنستير أن الانتصاب الفوضوي فاق الحدود، وأن هذه الحملة ستتواصل في أماكن أخرى وفي طليعتها السوق المركزية بالمدينة. نفذ عدد من الفلاحة والبحارة بولاية المهدية وتحت إشراف الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري وقفة احتجاجية بمقر المندوبية الجهوية للفلاحة، انتقلت إلى ميناء الصيد البحري ثم أمام مقر الولاية، وذلك احتجاجا على انقطاع الماء وتأثيره على الفلاحة إلى جانب لمبالاة السلط بقضايا الفلاحين والبحارة. هذا وطلب الفلاحون بضرورة إيجاد حل جذري لإشكالية مياه الري، كما عبر البحارة عن غضبهم بسبب لمبالاة السلط فيما يتعلق بالتصدي لعمليات الصيد العشوائية وغيرها من مشاغل البحارة. قال كاتب الدولة للشؤون المحلية والبيئة شكري بن حسن أنه سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة لفائدة منتزه سهلول، وذلك بعد معاينة الوضعية الكارثية التي أصبح عليها. وأضاف أنه سيتم عقد لجنة فنية محلية في الغرض تضم مختلف الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن هذا الفضاء كلف الدولة أكثر من 2 مليار من المليمات، وأنه من غير المقبول أن يبقى على تلك الحالة. والله مش نقول لكم نعاني وفي معاني معناها يعني معناها شيء غريب، لكن يلا غالب فهمت لي معناها يكون يزم يكون معناها حالته وثقاها طيبة، ويكون فهمت لي معناها الإنسان معناها يزم شكون يبدأ يخدم فيه، ويزم معناها يعني الناس كل معناها فرد إيد فرد لحمة فرد قلب، وكل كاين الناس كل تخدم على رواحها، ونقولوا احنا في المستوى الناس كل البلدية الناس كل معناها في المستوى تلقى الناس كل تخدم على رواحها، يعني يخدم هذاك يخدم هذاك يخدم باش نقولوا احنا نحافظوا عليه معناها كل شيء كذا باش المواطنين يوليوا يكونوا يجيوه. رغم تركيز بلدية سوسة لعدد من الحاويات على كامل شاطئ بوجعفر وإضافة حاويات مخصصة للقوارير البلاستيكية، إلا أن انخراط المصطفين في عملية النظافة لم تكن على الوجه المأمول والمرجو، إذ ما زال العديد من رواد بوجعفر يتركون فضلاتهم على الشاطئ ويلقون بالقوارير البلاستيكية في الشارع بعد غسل أرجلهم من رمال البحر. فلا بد من تكثيف حملات التوعية والتثقيف الموجهة للمواطنين قصد الرفع من وعيهم وإدراكهم بضرورة تكاتف المسؤوليات وتكاملها بين البلدية ودور المواطن لتوفير صيف جميل ومحيط نظيف. ليه مانيش قاعدة نشوف احنا ما شفناش عبد تلوح في الكوباليت وكل رافي ملوح بخطوط جاني متعدين وصاحبتي توا وشفنا كل شيء ملوح بكو تحليب البيب اسمي سخطو الكو وشوف زي تحقيقة شيء أسف على الأخر. لا إن شاء الله إن شاء الله الناس كل اللي عنده كوبيل اللي عنده حاجة صغيرات سيرتو الناس كبار صغيرة وصغيراتهم اللي بوبيل فما الله يسر ونتحفظوا على الشط وكذا وباش الناس كلنا نعملوا جو والناس كلنا نعملوا تظهيرة نظيفة. تجول فريق ساحل تي في في شارع الكورنيش سوسة ورصد انطباعات التجار وأصحاب المحلات الذين عبروا عن امتعاضهم من كساد تجارتهم وضيق حالهم ووصول بعضهم إلى حافة الإفلاس، ويعود ذلك بدرجة أولى إلى إغلاق النزل المحيطة بهم. ولن اختلفت أسباب الغلق بين أسباب مادية وبين سوء التصرف والصيانة والتهيئة، إلا أن التجار وأصحاب المطاعم أكدوا على تحول هذه النزل
إلى خراب يجمع المنحرفين وأصحاب السوء وسط غياب أي تحرك جدي للسلطة لإعادة إحياء شارع الكورنيش وتنشيطه مقارنة بالطريق السياحية القنطاوي الذي أصبح وجهة وقبلة التونسيين والأجانب. الكورنيش توا ولا من شمس الهنا حتى توصل أبو نواس أبو جعفر كله خربة. النجمة الهنا بيتش مسكر، الهنا مسكر، هذا خربة. اللي بعد الكروان وتيل السعيد وجستينيا ونور جستينيا كلهم مسكرين، ما حد في شيء. الحوانت كلها مسكرة أكتر هنا، كلها مسكرة ما حد شيء، كلها مصب زبلة قدامكم مصب زبلة. إلى أخبار الرياضة، حيث تمكنت إدارة الاتحاد المنستيري من التعاقد مع المهاجم هشام السيفي لمدة موسمين، وذلك في إطار تعزيز الرصيد البشري للفريق العائد إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. انتدب النجم الرياضي الساحلي متوسط الميدان الكاميروني جاكيمبي الذي أمضى عقدا مع الفريق لمدة 5 مواسم. جاكيمبي يشغل خطة متوسط ميدان ويبلغ من العمر 18 عاما، وهو لاعب دولي في المنتخب الأولمبي الكاميروني. بأخبار الرياضة مشاهدينا الكرام، نصل إلى آخر نشرتنا الإخبارية، دمتم في أمان الله.